ايه موضوع الغوص يا دكتور رامي؟ سنة 84 تحديدا، اصل قبل 84 ما كانش فيه لا كان بحر احمر ولا شرم الشيخ ولا نعرف الحاجة، اللي عاوز تصاريح وحكايات وروايات. قالوا لنا روحوا ايه، في واحدة عندنا عائلة بتهتم قوي بموضوع الفندق، بتعمل فنادق. عائلة حويدة يعني. كبيرهم الأستاذ محمدي حويدة. قلنا تعالوا ما تروح بديل نشوف البحر الأحمر، ده عندنا قرية في البحر الأحمر. فروحنا حاجة متواضعة جدا الحقيقة، يميها بتاع دي متواضعة، السراير كانت مبنية، ما كانش في سراير مصاطب يعني بالمعنى طبعا. لكن كان في حاجة كده، في نادي بيديروا جماعة ألمان كده بيعملوا حاجة اسمها الغوص، ما كناش نعرف. لكن قالوا لا طب خدوا مركب واطلعوا، مش عشان نغوص يعني، تعوم شوية، حط نظارة واتفرج. قالوا حط نظارة اتفرج تلاقي حاجات عجيبة يعني، حاجات لطيفة حلوة. بس فأنا شبطت الحتة دي. وبعدين مصادفة أخرى برضو في حياتي، كنت تعرفت واحد بقى صديق عزيز جدا، وهو فنان أصيل ومحترف، هو مراسل ما يعرف بالناشونال جيوغرافيك، هو الأستاذ تامر الآن. يعني بتنزل معاه، هو بتنزل معاه وهو بيصور تحت المايه يا دكتور؟ هو بقى علمني بقى يعني، أنا كنت بعلم بس شغل هواية يعني، شغل كده مش هو، هو بقى علمني حاجات كتير. وبعدين حضرتك حضرتك بتصور تحت المايه؟ أيوه. الصور دي أنت حضرتك اللي مصورها؟ أيوه يا فندم. طب والله لحظة واحدة، والله أنا فاكرة إن الصور دي جايبينها وصور يعني من فيلم وثائقي بره، ولا ده فيديو؟ الفيديو ده تصوير دكتور محمد. طب والنبي معلش أشوفه تاني، اختلط علينا السمك. أكمل بس، استهدي بالله. لا استنى بس أشوفه يعني ده تصوير دكتور، خليني أتفرج عليه بقى تاني بوجهة نظر أخرى.